ان شاء الله تكونوا كما بخير وعلى خير. نبداو الفيديو كما العاده بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما راكم تشوفوا حبيباتي، اليوم جبت لكم بقلاوه بدون اله توريق، واهم شيء بدون تعب. 5 5 ليه ليه فيت فيت، قسم بالله تم تم توجد. كما راكم تشوفوا مقادير مضبوطه وبسيطه، واهم شيء كما قلت لكم بدون تعب. شوفوا كي راهي مورقه. اللي راهي تشوف لي اول مره في قناتي نقولها ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس ليصلك كل جديد، ولا عجبك الفيديو ديري لي جيم، ولا ما عجبكش الفيديو ثاني ديري لي جيم، ما فيها باس. غادي نعطيكم المقاس تاع حد سنين، عندي 35 على 35، ثم تنجمو تديرو حتى 40. هذا غادي ندير فيه كيلو، صاي غادي ندير فيه كيلو. نوريكم واحد اخر بلام ويلف ندير فيه تاع رطل، رطل الكوكاو مي راه فيه الشاميه. هذا مولف، هذا مولف ندير فيه رطل، هذا فيه 25 على 30. هنا عندي كيلو تاع كوكاو راه نيقاليته ومدشيته كما راكم تشوفوا. حسبت بهاد الغرفيه طاحت لي 3 كيلات، هذه ما كانش لي ما عندهاش في داره هاد الغرفيه، حسبت 3 كيلات. غادي ندير لها نص كيلة، قريب نص كيلة تاع سكر. ها هي هنا قريب نص كيلة تاع سكر، بسم الله نضيفها. ونخلطو بطبيعة الحال. غادي نضيف 5 مغارف تاع زبدة دايبة، 2 3 4 5. نضيف فاني قد مغرف صغيرة، خلطو مليح. خص كاع دوك الحبات يتشمخو بالزبدة ويتنسمو بهذيك الفاني بهذه الطريقة. حكو مليح. دركا غادي نبقى نضيف المازر، حتى تقعدوا تحسوا بداك السكر يذوب وتتلصق كاع ديك اليد، ديك اليد تتلصق اليد تاعنا بال، ما تحسوها تتلصق بهذه الطريقه. نبقاو نضيفوا في المازهر. هنايا وصلت المرحله اللي ما غاديش نزيد فيها، شوفوا كي ندير لها هكا تقعد. ودركا نغدو للعجينه ان شاء الله. هذه غادي نغطيها ونخليها تريح حتى نخدم العجينه ونولي لها ان شاء الله. عندي ربع حبات بيض، عطر المازهر، زوج علبيات ناتور، ونفس العلبه غادي نقيس بها الزيت ونقيس بها السمن ولا الزبده الدايبه، وعندي الفرينه وعصرة تاع ليم. نحطوا البيض، ندير ملعقه صغيره هكاك تاع مازهر، نضيف العلبة الأولى، نزيد الثانية، ونفس العلبة غادي نقيسها زيت ونقيسها زبدة دايبة. ها هي زيت، علبة زيت، علبة تاع زبدة دايبة. نخلطو كلشي مع رحبة، نزيدو عصرة تاع ليم قد مغرف كبيرة. نخلطو كلشي في رحبة، نخلطو
هكا غادي نضيف الفرينه. بسم الله. ونخلطو، نبداو نضيفو، ما ننسوش القرصه تاع الملح. القرصه تاع الملح، وعفوا راني نسيت مغرف تاع سكر كلاصي، ديروها نتوما ثاني، غادي نضيفها انا دروك. مغرف تاع سكر كلاصي، مغرف كبيره تاع سكر كلاصي. ها هي مغرف تاع سكر كلاصي، نتوما ديروها بالبديه، انا راني نسيت، سمحوا لي. ونخلطو، نبداو نضيفو الفرينة، نضيفو حتى تنجمع معنا العجينة. غادي أنا نجمعها إن شاء الله ونرجع معاكم. ها هي العجينة اللي نتحصلو عليها، شوفو طرية، شوفو راكم طرية، راكم تشوفو، بصح متلصقش في الليل كيما راكم تشوفو. ها دروك غادي نخليها ترتاح. شوفوا الفرينه شحال كليات، ما نجمش نقول لكم الفرينه، لاباه كل واحد والفرينه تاعه، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. درك غادي نخليها ترتاح عندها 10 دقائق حتى ربع ساعه، بعديها نرجع معكم باذن الله. بعد اللي فاتت 10 دقائق درك نخدموا العجينه. غادي نقسموا العجينه لزوج هكاك الى نصفين، نقلع شويه للتزيين. غادي نخدمو بوحده وحده، نعاودو نغلفوها ونخلوها. هاد المرحله نحتاجو للزبده والمايزينا، هذا واش نحتاجو باش نورقوها. نحلوها العجينه، نحلوها كامل، نحلوها هكا. هنا اللي حليت العجينه كاع حليتها، غادي دروك نضيف لها الزبده كيما هاك، ونضيف لها في السطح تاعها بهذه الطريقة. نضيفوها كامل، بس كامل السطح تاعها قاعية كانت وشيه بالزبدة. نمشيها، نمشي الزبدة. بهذه الطريقة. هذه المرحلة مهمة، اللي قد ديروا هذو الخطوات كما راكم تشوفوا. راني كامل السطح راني شربته بال، راني فتح عليه بالزبده بهذه الطريقه. دركا غادي نضيف المايزينا ثاني في كامل السطح بهذه الطريقه. دركا غادي نطوها، غادي نجيبو الجهه التحتانيه نحطوها هنايا، ضفت الجهه التحتانيه اللي كانت منا ضفتها هنايا. سمحوا لي راح لي المقطع، حسبت روحي راني نصور شيء. دركا هذا الطرف اللي منا ثاني كنجبدوه ونديرو فوق الطرف الثاني بهذه الطريقه. دركا تاني غادي نضيفو الزبدة هنايا ونعاودو المايزينا. هادو الزبدة على كامل السطح، نمشوها، نسحفوها غير بشوية،
طفت الزبدة على السطح وكنديروا الماء زينا بهذه الطريقة. دركا غادي نجيبو دي جهة لهنا ونعاودو دي جهة لهنا، نديرو المايز هنا ونعاودو نطوي هذه الجهة بهذه الجهة كيما هكاك. دركا غادي نديرها في السيلوفان ونخليها ترتاح، نخدم الاخرى ونرجع معكم. هما العجينة تاعي في زوج، غادي دروك نديرهم في الكونجيلاتور يقعدوا نص ساعه باش كي نعاودو نحلوها ما تغبنيش، باش هذيك ديك الزبده زعما تزيد تيبس معانا كي نحلوها تساعدنا. انا غادي نخليها نص ساعه ونرجع معكم باذن الله. غادي نحل العجينه بعد لي فاتت عند 20 دقيقه، غادي نحلها دروك. ديما نساعد بالمايزينا نحلها قد البلا، قست على البلا حليتها. غادي نقيس قد البلا ولا نزيدها شويه، نزيدها غير شويه صحيح. راني نقطع باش الفيديو ما يجيكمش طويل بهذه الطريقه. تاعي راني دهنته بالزبده، غادي دروك نرفد العجينه. بهذه الطريقه دروك انا نسويها. دركا غادي نحط الحشو، ها هو الحشو، حطه ونوزعه بهذه الطريقة. نسوي السطح الفوقاني، ما نخليش جهة طالعة وجهة مهودة باش كي نقسمو الحبات يجوني شين. وكيما شفتو العجينة ما كسبناهاش على ستة، درنا ستة من الفوق وستة من تحت، لا غير هاديك التوريق اللي ورقناه غير هذاك يكفي، تخرج مورقة دوني تعب ولا آلة توريق وما تعييش والله. لا في ساعة في ساعة تكمليها. درك انا غادي نحل العجينة الفوقانية ونديرها
نحلها كما شفتوا نحلها ونرفدها في الرولو. ولا كنتي ما تخافيش العجينه رفديها في يدك. راني ضفت الطبقه الزاوجه فوقانيه وقلعت الزوائد هذوك تاع الحاشيه. غادي نقسمها كما تبون نتوما تقسموها، قسموها معينات ولا مثلثات ولا مستطيلات ولا مربعات. انا مازال ما غنانيش راسي كي ندير نقطعها، دوك نقطعها ان شاء الله ونرجع معكم. بعد اللي قطعتها وزينتها بالكاوكاو كما تعرفوا درتها غير بالكاوكاو، زواليه هذه بقلاوه زواليه بالكاوكاو. نديروا لها الزبده الدايبه، نديروها كامل على السطح خصها كامل تتشرب. انا غادي نكملها كاع مع نكملها ونديرها طيب. كي نشوف الحواشي حمارو نشعل عليها من الفوق، كي تحمر من الفوق نرجع معكم باذن الله. هي البقلاوه تاعي بعد اللي وجدت. نجو للحسل. الحسل درنا كيلو كاوكاو، يعني كيلو تاع حسل، درنا رطل تاع كاوكاو ونديرو رطل تاع حسل. ديما الكاوكاو يتبع الحسل. انا غادي نخليها تقعد ان شاء الله ونرجع معكم في صحن التقديم. وهذا الشكل النهائي تاع البقلاوة تاعنا كما راكم تشوفوا. شوفوا كي جات مورقه، شوفوا شوفوا التوريق راه باين. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم، والى اللقاء في فيديو اخر. سلام.